سلام خوتي المغاربة، شكرا بزاف على التفاعل ديالكم، شكرا على التعليقات ديالكم، على الابوني اللي كديروا، على التشجيع، على المساجات اللي كيوصلوني منكم. يعني بحد ذاته هذا نجاح بالنسبة ليا. واليوم هذا الفيديو غادي نجاوب فيه على أسئلة أخرى لجداد، واللي فكرت أنه يقدر تكون يعني واحد الإضافة ديال المعلومات للناس أخرين حتى هم. يعني علاش لا اللي ما نشاركش هذه الأجوبة مع كل شيء. نبدأ بالسؤال الأول، هل ممكن الزواج بفيزا سياحة؟ الزواج فيزا سياحة ما يمكنش. اولا لان فيزا تاع السياحه فيها غير 3 مواد، 3 شهور اللي فيها، ملي كتسالى 3 شهور كيرجعوك لبلادك، وكاع واخا تجي وتبغي دير العقد هنا بيها ما كيقبلش الاوسلين دا بيها، هذا هادشي ما كتقبلوش، ما كتقبلش ان تدوز العقد بالفيزا تاع التوريست. وفي حالة نقولوا انه تيعرف شي حد وانه دار شي فشي ويعني كان شي تخلويد ودرتي العقد بفيزا تاع التوريست، ملي غادي تكمل لك ديك 3 شهور غادي ترجعي وغادي تعاودي تدفعي الفيزا اللي تاع غوغوبمون فاميليال. يعني هي سؤال، هل فارق السن مشكل؟ فارق السن ماشي مشكل. مثلا ما بين مثلا راجلك وانتي 1 10 سنين واحد 20 عام، ما كاينش المشكل. المهم هو يكون التوافق بيناتكم، ويكون واحد هو يكون مثلا دخل المغرب بزاف المرات، ماشي غير مره واحده مثلا وصافي وبغيتي تدفعي الفيزا، وما تيشوفوا كيخافوا يكون زواج ابيض او لا زواج على ورق. فارق السن ماشي مشكل، ما تخافيش من فارق السن، او لا ما تخافش من فارق السن، لانه ماشي شي حاجه اللي سبب اللي كيخلي الفيزا ترفض. غير كما قلت، يدخل او تدخل المغرب بزاف المرات، ديروا عرس او حفله، او باش يكونوا الصور تاع الالبوم اللي غادي يدفع هو تا هو الاوسلين دابا يعطوا من عيطوا عليه باش يتاكدوا انه زواج حقيقي. ندوزو السؤال الاخر، زوج مغربي يعيش في المانيا، ما هي المراحل بالنسبه لك اختي؟ عندك الزهر، لانه ما غاديش تدوزي من المرحله تاع الكفاءه والمرحله تاع تصيفطي لي الوراق باش تطلع هذيك الورقه. كديري كيجي المغرب كديري عقد عادي لانه هو مغربي، وكتبقى لك المرحله تاع الفيزا هي اللي كتكون لك، يعني عندك واحد لافونتاج، ولكن ضروري في مرحله الفيزا كترجمي العقد بالالمانيه وكتيغاليزيه. السؤال الاخر، اللي ساكن في كازا واش ضروري يمشي للرباط؟ الناس اللي ساكنين في كازا بالنسبه للليغاليزاسيون ما تحتاجوش تمشيو للرباط، لان كاين واحد لومباساد اللي في المدينه، دخلوا لجوجل كتبوا كونسولا المان كازابلانكا، هذيك غادي تمشيو ليها. ناس كازا ما يحتاجوش يمشيو حتى للرباط باش ايغاليزيو، ولكن بالنسبه للرونديفو الفيزا ضروري تمشيو للرباط، هذاك ملي عيطوا عليكم في الرباط، نقطه الالتقاء في الرباط، نقطة يعني فين كتدفعوا داكشي كلشي في الرباط. يعني ما يمكنش تمشيو للقنصليه تاع كازا، قنصليه كازا تقدروا غير تايغاليزيو فيها صافي. السؤال الاخر، واش ملي تشدي الرونديفو كتبداي تجمعي الوراق؟ انت كي تشدي الرونديفو غادي تبقى واحد المده تاع 6 موا 6 شهور كما قلت، كتبقاي كتسني في ديك 6 شهور، ما تبقاش ما توجديش كاع اوراق الفيزا، وجدي اوراق العقد، وجدي اوراق الكفاءه اللي كتصيفطي ليه، تتبقى واحد 3 شهور، يعني واحد شهرين كاع بداي كتوجدي بشوي بشوي الوراق اللي مثلا الترجمه وهادي وهادي. لانه علاش؟ لانك ملي كتجمعيهم 6 شهور صافي قدامه، هما الوراق الفيزا ما خاصهمش يكونوا فايتين اكثر من 3 شهور، ما يكونوش فايتين 3 شهور. اي ورقه جبتي الايكاليزاسيون ديالها ما تكونش فايته 3 شهور، ولا مثلا الوراق تاع الدخل ديالو او شهاده السكنه اللي كيجيب ما خاصهاش تكون فايته 3 شهور. وهما اصلا ملي كقرب الرونديفو ديالك كيعيطوا عليك، كيصيفطوا لك ايميل واحد الشهر قبل، كيصيفطوا لك ايميل شهر كوم كوا راه في هذا النهار فلان فلاني غتجي. مثلا شديتي الرونديفو في هذا الشهر جوج، وما غيصيفطوا لك الايميل حتى الشهر 7 ولا الاول شهر 8،
باللي راه غادي تجي في الاخر مثلا تاع شهر 9. انا مثلا ملي دفعت في شهر 2 ما خرج ليا الترمين حتى ل 26 شهر 9، ولكن باش علموني بشهر قبل باش نبدا نوجد الورقات تاع الفيزا. السؤال الثاني، كيفاش تقبلات عائلتي زواجي وذهابي لألمانيا؟ عائلتي يعني الحمد لله كلشي تقبلها من غير الوالد ديالي، الاب ديالي كان رافض كلي، ولكن ملي شاف يعني داك الزوج ديالي شافو كيفاش داير وشافو راسو صغير مزيان مع يعني كيتعامل معايا مزيان كيشوفني فرحانة، يعني واخا في الاول كيكون داك الرفض وما باغيش، ويعني بنته غادي يصيفط لواحد البلاصه اللي ما عارفش كي دايره وغتبعد عليا يتوحشها. يعني انا الحاله ديالي ماما ساندتني في هذا الشيء، خواتاتي حتى هما يعني كلشي ساندني، مرت خويا بلا حتى هي ساندتني، يعني كلشي كان ساندني. خويا لعب دور كبير لانه لعب دور تاع الاب ديالي في نهار جا راجلي يعني بيخطب، لانه الاب ديالي ما كيعرفش يهضر باللونجلي، ويعني حتى واخا ما تعرفش يهضر ما كانش باغي حتى يشوف فيه، ما كانش حاملو ما باغيش يهضر، ولكن خويا عطاه واحد يعني لعب الدور تاع الاب ديالي اللي يعني كل شيء اللي الاب ديالي كان خاصو يديرو دارو خويا. شكرا بزاف لي في هذا المنبر. والذهاب ديالي الالمانيه يعني كضروري كتبكي شويه ملي كتقرب الوقيته كيبدا تحس براسك مقلقه، هما كذلك، ولكن من بعد الحمد لله الواتساب قرب كل شيء، الكاميرا كتشوفيهم كل نهار، كتهضري معاهم كل نهار، كتواصلي معاهم، وحتى كاع الطياره ولا ترخيصه تتمشي وتجي، يعني ويكاند بارا كتشوفيهم وترجعي، يعني الحمد لله هاد الساعه باقين صابرين شويه. كيفاش بلاتي واش هادشي فيه مصاريف؟ هادشي فيه المصاريف، فيه المصاريف غير ليغاليزاسيون راه تبارك الله مصاريفها كتار، هي الترجمة راه تبارك الله حتى هي يعني كاين المصاريف ضروري. ما هي المصاريف؟ أسئلة هما. ما هي المصاريف؟ مصاريف نبدا لكم مثلا من الوراق اللي كتصيفطي على قبل هاد الكفاءة لراجلك، مثلا عندك شهادة السكنة وشهادة تاع وعقد ازدياد وشهادة العزوبة، هادو كاملين خاصهم يترجموا. كترجم الصفحة مثلا من 15 أورو حتى ل 20 أورو، يعني أنا كنهضر دابا بالأورو، من 150 درهم حتى ل 200 درهم الصفحة باش كترجم. وليغاليزاسيون شهادة العزوبة وشهادة السكنة ما كتخلصش عليهم، ولكن عقد ازدياد كتخلصي عليه واحد 25 أورو اللي هي 250 درهم، والباسبور كتخلصي عليه تا هو ليغاليزاسيون 250 درهم، والتصريح بالشرف اللي شوية غالي كتخلصي عليه واحد 500 درهم. من بعد الوراق تاع العقد هادو كاملين كترجميهم، يعني كل ورقة عندك حسبي ليها واحد 150 درهم ولا 200 درهم للصفحة. ليغاليزاسيون حتى هي تتيغاليزي ما بين 250 درهم حتى ل 500 درهم. لي كور تاع القراية تاع الألمانية تا هما شوية غاليين، مثلا أنا كنت كندير لي كور واحد 120 أورو، 1200 درهم مثلا، لا ما بين 1000 و 1200 درهم الشهر لمدة 3 شهور. عاد الامتحان كتخلص واحد 1750 درهم. شنو هي المصاريف عاوتاني؟ الفيزا كتخلص على واحد 700 درهم. العقد باش ترجميه تا هو وباش تيكاليزيه، يعني كاين مصاريف، مصاريف كاينة، وعادي الطيارة ديالك كاين المصاريف، ولكن كلشي تيدوز كلشي كيتعوض. واش درت العقد في المغرب؟ درت العقد في المغرب حيتاش لقيت انني عوض ما نتسنى 6 شهور غير باش نمشي حتى نجي لالمانيا عاد ندير العقد. لا قلت ندير العقد ديالي تما في المغرب باش ندير العرس وهذا ونمشي، يعني انا هذا كان اختياري، ولكن كله واللي بغى. شحال الوقت باش خرج لي الرونديفو؟ خرج لي انا شديت رونديفو في شهر 2 ما خرج لي حتى شهر 9، وتسنيت
شهرين باش جاوبوني، يعني حتى لشهر شهر 11 عاد جاوبوني. ما هي الأسئلة اللي كيسولوا في القنصلية؟ الأسئلة اللي كيسولوا في القنصلية: فين تعرفتي على راجلك؟ شحال عندك من عام؟ أشنو كديري في الخدمة؟ علاش اختاريتيه؟ فين تلاقيتيه؟ وكيسولك أسئلة شخصية على راجلك باش يشوف واش كتعرفيه مزيان ولا لا. كيبدا يهضر معاك بحال هكا شوية بالألمانية، يعني مثلا في هايستو بس ماستو فون بيغوف، يعني بحال هكا، يعني اشنو كديري كخدمة. كيبدا يعاود لك نفس الأسئلة اللي سولك بالعربية بالألمانية باش يشوف واش شادة ولا لا. كيسولك علاش واش عمرك مشيتي على برا، ويعني شحال من أسئلة بحال هكا. واش اسئله اللي كيسولوا في القنصليه كيأثروا على الفيزا؟ كيأثروا عليها. يعني مثلا سولك قلتي لي كنعرف راجلي انا في شهر 11، وملي وصل الملف في المانيا راجلك سولو قال لهم كنعرفها في شهر 1، يعني ملي كيكون هذا الاختلاف تاع الاجوبه كترفض الفيزا، يعني تيقولوا هادو غير متفقين على الوراق. لا، الاسئله الاجوبه عفاكم، جاوبوا بحال بحال، تفقين انت وراجلك، جاوبوا بحال بحال. هذا السؤال. وفي حالة خاصة: واش لاجئ سوري يحتاج فيزا باش يدخل المغرب مع العلم أنه عنده باسبور ألماني؟ إلا إلا عنده باسبور ألماني راه ولا تتحسب على قانون، يعني على أنه كمواطن مقيم بألمانيا. عنده باسبور ألماني، عنده باسبور أحمر يعني أوروبي، واللي عنده باسبور أوروبي ما كيحتاج الفيزا باش يجي للمغرب. اللي عنده باسبور حمارة ما تحتاج الفيزا يجي المغرب، كيما كانت الجنسية ديالو، كيما كانت الجنسية ديالو ما غاديش يحتاج الفيزا باش يجي المغرب. ضروري، واش ضروري من سيرتيفيكا A1 واخا راجل ألماني؟ ضروري، حتاش هادي ما عندهاش علاقة بالراجل الألماني ولا لا، هادي عندها علاقة بقانون القنصلية وقانون الدولة الألمانية. كونكو ما يمكنش لك تدخلي للدولة وانت ما كتعرفيش حتى تهضري، يعني حتى تتعرفي على راسك، وحتى تمشي ديري التقضية بوحدك او لا، فهمتي؟ يعني ضروري من الأ. واش كيعيطوا على راجلك في ألمانيا باش يسولوه؟ أيه، تعيطوا على راجلك في ألمانيا باش يسولوه، كيما كانت الجنسية ديالو تعيطوا عليه من ورا ما كتدفعي انت لوراقة الفيزا باش يسولوه. أسباب رفض الفيزا، أسباب رفض الفيزا كتكون كثيرة، يعني على حسب اختلاف يعني الحالة ديالكم. تقدر تكوني نسيتي شي ورقة، تقدر تكون شي ورقة ما ايكاليزياش، تقدر الجواب اللي جاوبتي ما هوش ماشي بحال اللي جاوب راجلك، يقدر يكون هو عنده مشكل في ألمانيا، يقدر هو يكون غير لاجئ يعني ما عندوش شي ورقة، يقدر يشحال من حاجة، يعني كاين أسباب كتار ديال الرفض. سؤال تاني: كيفاش كيدوز الامتحان تاع الاا ومراحل التسجيل؟ الامتحان تاع الاا الا قريتي ليه 3 شهور مثلا، انا كنت ندير 3 شهور، ساعتين في النهار و5 ايام في السيمانه، يعني ما جا فين وصل الامتحان لقاني شديت، يعني كدوز عادي. عندك 4 الحوايج كدوزي منهم، يعني عندك لازن اند هوغن اللي هي كتقراي وكتجاوبي وكتسمعي وكتجاوبي، كتكون هي كديري علامة على الجواب الصحيح. وعندك شبخيشن اللي هو كديري ديالو كتهضري وصافي، يعني هادشي اللي كاين. وشخايبن، شخايبن اللي هي كتكتبي واحد، يعني كيعطيك واحد الموضوع اللي كيكون بسيط وكتكتبي عليه، بحال كيما كنقولوا حنايا بالعربية شناهي، بريف، شناهي بالعربية، شناهي بالعربية ما عرفش بالعربية، إنشاء صغيور كتكتبي مثلا، يعني واحد التكست تاع 10 الجمل اللي يكونوا صحاح وبساط، صافي. من بعد كتسناي في ديك الوقيته كيعطيوك الريزولتا، كتبقاي كتسناي واحد الساعه كتخرج الريزولتا، كتشوفي راسك واش دزتي ولا ما دزتيش. مراحل التسجيل، مراحل التسجيل شويه يعني فيها شويه الخدمه. كتدخلي اولا السيت تاع الجو تو انستيتوي، كتشوفي واحد الجدول، داك الجدول اللي فيه المواعيد تاع الامتحانات،
كتشوفي انتي المواعيد اللي مناسبك، كتعيطي عليهم، كي خصك تقولي ليهم راك خصك تعيطي عليهم في النهار الاول تاع الشهر باش تريزيرفي الشهر الجاي، لان البلايص دغيا تيعمرو. تعيطي ليهم راه بغيت ندوز في هاد النهار فلان فلاني الامتحان، هو غادي يقول لك راه اوكي واخا، ولكن باش تحجزي المقعد ديالك غادي خصك تفرسي لنا الفلوس باغ بنك بي ام سي اي. كتفرسي لي الفلوس، كيتوصل بيها عاود يعيط لك تيقول لك صافي راه بلاصتك تحجزات. من بعد كتسيري، يعني كتسيري كتسني على واحد الورقه في الدخله وصافي، وهانتي تسجلتي وهانتي بغيتي تبداي تدوزي في الامتحان. ولكن راه حذاري، راه تيكون في شهر 8 ما تيكونوش خدامين، وشهر 9 حتى هو ما تيخدموا فيه حتى الاول. يعني اللي ناويه تدوز امتحان في شهر 8 راه ما كاينش امتحان في شهر 8 وما كاينش في شهر 9، يعني ديما فوتوا هذيك الفتره تاع العطله، لانه يقدر مثلا يكون عندك الرونديفو في شهر 9 وانت باقي ما دوزتيش الامتحان، يعني مشى عليك الرونديفو، ما تطيحوش في هاد في هاد الاخطاء هادي. دوزو السؤال الاخر اللي عاوتاني عنده شي سؤال اخر. مرحبا، يعني الاسئله ديالكم راه هي كتشجعني باش نزيد نهضر يعني ونشرح، حتى شي حوايج اللي انا كنكون ناسيه ما نهضرش عليهم كنعاود نجبدهم وتنعاود نقولهم. يعني غير سولوا كيما بغيتوا، انا ما عنديش المشكل نشارك معاكم كل شيء. هادو هما الاسئله تاع اليوم، كنظن انه في الكفايه. كنتمنى نكون كنفيدكم، يعني معلومات كنفيدكم بشي جديد، وانا راه والله كنهضر معاكم بحال كنهضر مع خوتي وخواتاتي، يعني ما تنبخلش عليكم حتى شي معلومه. علاش نبخل؟ اللي عنده شي علم ينفع بيه الاخر، اللي عنده شي معلومه ينشرها. علاش؟ علاش واحد انا مثلا تعذب في دوك الوراق، علاش انا نخلي واحد اخر يتعذب؟ لا، نعطيه بواحد البساطه ونخفف عليه ونوضح ليه الصوره، لانه كاين اللي كيكون بوحدو ما معاه لا رحلين لا رحيم، هو وداك الراجل، فهمتي؟ يعني نعاونوا بعضياتنا ماشي مشكل. وان شاء الله الفيديو الجاي عاوتاني هما فيديوهات، يعني الا تسالوا الاسئله على الفيزا وداك الشيء راه ما غاديش نبقى نحط فيديوهات تاع الاجوبه، غادي ندوز نيشان الفيديو اللي غادي نهضر فيه على خطوات ما بعد الفيزا، واول حاجه شنو خاص الواحد يدير ملي يوصل لهنايا، اللي زعما هنايا زعما المانيا. وهذا ما كان، يعني ان شاء الله ان شاء الله الا تسالوا الاسئله ديالكم ومبقاش زعما يعني ماشي نفس الاسئله اللي كتعاود، غادي ندوز نيشان الفيديو اللي كنشرح فيه الخطوات ما بعد الفيزا. في حاله انه كانوا شي اسئله جداد غادي نعاود ندير فيديو اللي كان نعاود نشرح فيه الاجوبه باش كل شيء يستافد. وان شاء الله يكون كيعجبكم الفيديوهات ديالي، والى عجبكم خليو ابوني، خليو تعليق، سؤال، لايك، اللي ما عجبوش يقول لي علاش. تواصلوا معايا على الانستغرام، اللي عنده اي سؤال او شي حاجه ما فهمهاش او شي حاجه بيهضر فيها يعني خاصه ما قدرش يكتبها في تعليق، تواصلوا معايا في الانستغرام ديالي. وكنتمنى لكم يوم سعيد.